الضغط النفسي هو عامل سيكولوجي بيأثر على سلوكياتنا وبيأثر على شغلنا وبيأثر على طريقة تفكيرنا. الضغط النفسي بيجي من حاجات مختلفة، هو بيبقى احنا كلنا بنقول ان احنا مضغوطين نفسيا، وده بيبقى حقيقي في معظم الأوقات، لأن احنا بنبقى بنضغط بسبب العمل، بنضغط بسبب العلاقات الأسرية، بس الضغط بيختلف بدرجة الشدة بتاعته من موقف للآخر. يعني مثلا المواقف الصعبة زي مثلا ان شخص يفقد شغله، يفقد حد عزيز ليه، ان هو يفقد مثلا علاقة معينة او كده، دي كلها بتعتبر من الحاجات الشديدة اللي بتأثر بطريقة سلبية جدا على صحتنا النفسية وبتؤدي الى الضغط النفسي. لما بنحس بالضغط النفسي بيبقى في اعراض معينة، زي مثلا بحس ان انا في حتة في جسمي موجوعة، في ألم في جسمي، مش قادرة اقوم اتحرك، حاسة ان انا عندي صداع طول الوقت، حاسة اجهاد عام كده. من ناحية الألم، الاعراض النفسية، ببقى حاسة ان انا في زهق، في ملل، مش عارفة انام بالليل، بيجي لي كده شعور بالاكتئاب، شعور ان انا مش عايزة اعمل اي حاجة، مش عايزة اقابل حد، مش عايزة اخرج مع حد، ابقى حاسة يعني حاسة ان انا ابتديت انطوي وانعزل شوية لاني تعبانة، يعني انا حاسة ان في اجهاد، ما بيبقاش في انرجي، ما بيبقاش في طاقة، بحس ان انا مش عارفة اركز، وبالتالي ببتدي ان انا انعزل وما بقاش عايزة اني اكلم حد او ان انا اشترك في اي حاجة جديدة. وده برضو بيبقى ليه علاقة بالاكل، ممكن ان انا الاقي نفسي باكل قليل جدا او باكل كتير زيادة عن اللزوم، باكل بشراهة، ابتدي كمان ان انا سلوكياتي تتغير مع الاخرين، ابتدي ابقى متنرفز ومتعصب معظم الوقت ومش عايزة ان انا اتكلم مع حد، او كلامي مع الناس تبقى بعصبية زيادة، ما بيبقاش عندي تحمل للاخرين. لو احنا عارفين ان مثلا سبب الضغط النفسي بسبب شغل زيادة عن اللزوم، او حاجة ليها علاقة مثلا احنا بنشتغل زيادة او مليين حياتنا بنشاطات كثيرة واحنا مش قادرين ان احنا نوفق بينها، فبنبتدي ان احنا ننظم الوقت، نبتدي نلعب رياضة عشان نحاول ان احنا نقلل من الاثر النفسي او الاثر العضوي علينا من ناحية الضغط النفسي. بنبتدي ان احنا يبقى عندنا برضو هوايات، ساعات الضغوط النفسية لما بتبقى بسبب العمل او بسبب العلاقات او كده، بنبقى محتاجين ان انا يبقى ليا مكان معين او مخصص ألجأ ليه لما ابقى فعلا مضغوطة نفسيا او حاسة ان انا مش عارفة اتعامل او مش عارفة اواصل الشغل او كده، فبيفضل يبقى عندي برضو هواية معينة ابتدي ان انا اشترك فيها. برضو اللجوء للاخرين لمساعدتي، يعني لو انا عندي شغل كتير قوي لازم اعمله او حاجات كتير قوي لازم اعملها، انا ممكن اطلب او الجأ ان حد تاني يساعدني، علشان ما يبقاش الموضوع ان انا بعمل كل حاجة لوحدي وان ما فيش حد بيساعد وان انا باخد كل المسؤوليات عليا. فدي برضو من النصائح اللي انا احب ان انا اديها للشخص اللي بيعاني من الضغط النفسي. لو حبيتوا الفيديو ده اعملوا لنا لايك وشير على الفيسبوك، او تابعونا على انستجرام او يوتيوب، او تابعونا على ويب سايت الوصفة.com.